بصادف اليوم 14 نوفمبر وهو اليوم العالمي لمرض السكر. مرض السكر يعتبر السبب الرئيسي لعدة أمراض تؤثر على صحة المجتمع، كأمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض العيون وغيرها. في معظم الأحيان مرض السكر من النوع الثاني هو مرض من الممكن الوقاية منه. فأترككم مع نصيحة طبية مهمة جدا، وهي أن النوع الثاني من السكر بالرغم أنه مرض خطير يمكن أن يؤدي لمضاعفات شديدة جدا، هو في الواقع مرض يمكن الوقاية منه، ومن المهم جدا أن نبتعد عن المسببات الرئيسية وهي الخمول والأكل غير الصحي. ووقاكم الله وحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.